الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه الليلة كما هو المعتاد أيها الأحبة نجيب على الأسئلة. يقول: قد من الله علي بنهضة بعد انتكاسة خفية وتأتيني خطرات سوء، فكيف أعالج هذه الخطرات بدفعها واذكر ما عند الله تبارك وتعالى، وأن هذه الخطرات هي من الشيطان، فاذكر ما عند الله من الجزاء لمن صبر ومن العقاب لمن اجترأ على محارم الله تبارك وتعالى، واعلم أن مثل هذه الشهوات التي تلوح للإنسان إنما هي طعم يلقيها الشيطان ويستدرج العبد، ثم ما يلبث أن يوقعه في كبائر الذنوب بعد أن كان مبتدأ ذلك في أشياء تعد من الصغائر أو يبرر لنفسه أنها من الصغائر، بعد ذلك يتحول إلى شيء آخر، والشكوى في ذلك كثيرة مستفيضة الآن، مستفيضة. كثير من النساء تشكو من زوجها الذي كان على صلاح وخير وطاعة وعبادة، أنه بدأ يتحول، بدأ يتغير، اكتشفت، أحيانا تقول اكتشفت أنه كذا وكذا، هل أفاتحه بذلك، هل أناقشه، كيف العلاج، كيف أصلح حاله. بعض النساء تقول: أنا لا أستطيع أني أراوجها، لا أستطيع أني أطيقه، لا أستطيع أن يعاشرني، وأنا أطلع منه على هذه الأشياء، وهي أعمال من قبيل الريب والمنكرات الخفية أيا كانت، يعني سواء كان هذا الإنسان له علاقة بنساء يزعم أنها مجرد محادثات، أو الله حسيبه يزعم أنه متزوجها مسيار، أو كانت هذه القضايا من قبيل مواقع يدخل فيها في الإنترنت، أو أشياء رأتها في هاتفه، مقاطع سيئة أو نحو ذلك، تقول: هذا إنسان يعني ما عرفته إلا بالخير والصلاح، وما تزوجته إلا على هذا الأساس. بعضها تقول: أنا لي معه 20 سنة، لي معه 10 سنوات، والآن بدأ يدخل في أشياء. فأقول الإنسان هذه الإنسان الذي من الله عز وجل عليه بالهداية والإفاقة، هذه نعمة عظيمة جدا، لأن من الناس من لا يوفق، كما يقول الله تبارك وتعالى في عدد من المواضع يذكر أن الله تبارك وتعالى لم يوفق قوما للهداية، ويعلل ذلك بما كذبوا بالتكذيب الأول، كما لم يؤمنوا به أول مرة. قد يحصل من الإنسان، خاصة من عرف الله ثم بعد ذلك انتكس، مثل هذا يخشى عليه، وقد لا يوفق للتوبة، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية يصير حاله كحال بعض الناس. إذا جاء يناقشه زوجته، يقول: أنا مستعد ألقي عليك محاضرات في هذا الموضوع، تكلمه عن قضية النظر مثلا، خطر النظر، يقول: أنا مستعد ألقي عليك محاضرات، ويسرد لها أسماء المراجع. وكتب لي مرة في مثل هذه الأسئلة في المسجد الأول أحد الأشخاص رسالة طويلة، لكن ما عرفت كيف أوصل له الجواب، رسالة مفصلة، قال: أنا ألقي دروس في هذا، وأعرف الكلام لأهل العلم، وذكر لي الفصول، ما هو الكتب المصنفة فقط، الفصول في بعض الكتب من كتب ابن القيم وغيره، قال: كل هذا يعرفه، ولكن مع ذلك الحال شيء آخر. وبعضهم يقول: أخرج من المناسك وأذهب إلى بيتي في النهار وأفتح النت على مواقع إباحية، أقول وأندم وأبكي، ولكني لا أستطيع. يعني استحولت القضية إلى حال من الإدمان، صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس بالأربعين، وما هم ناس صغار أو ما تزوجوا. فلذلك الشيطان جالس للإنسان بكل طريق، فلا يأمن. فمن وفق للتوبة فهذه نعمة عظيمة لا يوفق لها كثير من الناس، يتمسك بها ويعرف قدرها ويدفع هذه الخواطر ويتقي الله، وأن الله يراه.